مروان الحكايه بقى الحكايه الكبيره. لعيب واضع بشكل رائع جدا، منور جدا، يشكر كارلوس كيروش انه شاور لنا وقال لنا يا جماعه مروان داوود ده لعيب جامد جدا، عشان لو ما حدش واخد باله منه دايما احنا كلنا بصراحه شباب امين يعني نركز مع لعيب اهلي، لعيب زمالك، ممكن بيراميدز يعني تعدي فيوتشر، وباقي الانديه ممكن احنا ما نشوفهمش كويس، بس المدربين المنتخبات لازم يشوفوهم كويس عشان ده شغلانتهم يعني. فالراجل قال لنا مروان داوود جامد، الراجل شارك في البطوله العربيه، قدمت مستوى جيد وسجلت هدف، وبعد كده سوء حظ الاصابه. بص انا في الاول ابتديت لما رحت نادي انبي هم شافوني وانا كنت في الشمس، فروحت لعبت، كابتن حلمي هو اللي جابني النادي. هايل. لعبت اول ماتش كان ماتش الزمالك في الدوري لينا، فالحمد لله اديت بشكل كويس. فمستر كيروش سمع ان في باك ليفت كويس في انبي، في انبي. بس من تاني ماتش وتالت ماتش جه اتفرج علينا، ورابع ماتش كنت في المنتخب. قول لي يعني. لا انا احب التفاصيل، انت خدت المكالمه جات لك من مين؟ هو الاداري، الاداري كابتن تامر الاداري عندنا في النادي كلمني قال لي جهز باسبورك عشان ايه، ممكن تروح التجمع اللي جاي المنتخب اللي بتاع البطوله العربيه. فقلت له ماشي باسبوري جاهز. فقال لي ماشي. وبعدها بكام يوم نزلت القايمه، انا ما حدش بلغني، انا نزلت القايمه لقيت اسمي في القايمه. احكي لي اللحظه دي كانت طبعا من شهرين ثلاثه كنت بلعب في الدرجه الثالثه، ودلوقتي كنت بقيت في منتخب مصر، فطبعا الفرحه ما كانتش سايعاني الحمد لله يعني. أيوة. احكي التفاصيل، كريم بيسالك على التفاصيل. أيوة. خلي بالك هو مش طيب كده. ايوه اصلا ده مكسوف يعني. مكسوف تلفزيون. مكسوف تلفزيون. لا احكي لي، احكي التفاصيل يعني. قول لي رد فعلك ايه، عملت ايه، وزعت ايه، جبت ايه؟ لا اقول له كنت قاعد فين، كنت قاعد فين. يلا اهو كابتن احمد هيشيل لك الحوار. كنت قاعد فين دي بتاعت بطوله افريقيا بقى. انا هجيلك ماشي. بس لا يعني التفاصيل دي حلوه، الناس تحب ردود فعلك انت النفسيه والمعنويه كانت عامله ازاي في اللحظه؟ لا طبعا يعني الفرحه ما كانتش ساعاني طبعا، ما كنتش مصدق يعني. كنت قاعد فين طيب وقتها؟ مين؟ لا انا كنت في البيت. انا كنت مستني القايمه تنزل. لان انا قبليها بلغت من النادي ان انا احتمال اكون موجود في القايمه. هاي. بس فاول ما اتبلغت بقى طبعا فرحه ما كانتش ساعاني، وكلمت والدي ووالدتي وقلت لهم، فرحوا جدا. وخطيبتي كانت معايا، كانت خطيبتي ساعتها. دلوقتي مراتي يعني. ربنا يحفظك. كانت معايا ساعتها و لا طبعا كانت فرحه غير طبيعيه. طبعا قفشت منك هديه حلوه. لما سافرت بقى جبت لها انا. جبت لها هديه، قالت لك هديه المنتخب. زعلت ها؟ المعسكر بقى. بعد كده جوزتها بقى. كريم لازم تساله على المعسكر بتاع البطوله. يلا المعسكر بقى بتاع البطوله عملت فيه ايه؟ بس فاول ما رحت بقى. دي معايا كابتن احمد هشيلك، انت عارف حاجات انا ما اعرفهاش. هو كده كده المعسكر بتاع البطوله كان فيه تقريبا ثلاثه باك ليفت في المنتخب وهو خلص عليهم. اصلا. يعني هو مش عارف مين اتصاب ومين حصل له ايه، ده خلص عليهم. لا انا البطوله العربيه كان بيراميدز تقريبا بيلعب في افريقيا، فاللعيب بتاع بيراميدز ما راحتش. فانا رحت مكان محمد حمدي. فكنت انا وفتوح بس اللي في المنتخب. حلو. المهم بقى اللعيبه بصراحه استقبلتني بشكل كويس، و بالاخص كابتن قفشه هو اللي كان دايما محتضنني في المعسكر. فعلا؟ جميل قفشه. وكابتن سليه كان هما اللي محتضنين. ما كانش ليك اي علاقه بيهم قبلها؟ لا ولا اول مره. كنت اول مره اقابلهم. بس تاني. المهم بقى في البطوله شاركت في ماتش السودان. في دور المجموعات اعتقد. في دور المجموعات نزلت اخر ربع ساعه، وشاركت بقى ماتش الاردن وجبت هدف. حلو. دي الحاجات اللي انا عارفها دي. انا عايز اعرف في المعسكر حصل ايه جوه؟ يعني لقائك الاول باللعيبه كان عامل ازاي؟ لقائك بكروش كان قال لك ايه؟ اللعيبه نفسها هزرت معاك ازاي؟ دخلتك في الاجواء ازاي؟ هو دخلني في الاجواء، قالوا لي انت ولا كانك جيت اول مره، انت اكنك بقالك كذا مره. اعمل اللي انت عايزه براحتك. مستر كيروش قال لي طلع كل اللي عندك، اكنك في النادي، ما تتكسفش من حاجه، واحنا في ظهرك وما تقلقش من حاجه. بس فيعني انت قاعد مع مين في المعسكر؟ لا كان كل واحد اوضه لوحده عشان كسف فيها راجل. انت طلعت رقصت على الترابيزات وقعدت تقلع وبتاع، تتكسف ايه يا راجل؟ فين بقى؟ راس فين؟ لا هو في مستر كيروش لما بص انا فرحان الكابتن احمد عبوز النهارده موجود، هو يقول لي الحاجات اللي هتخبيها عليا. لو مستر كيروش في عاده حلوه قوي، لما اي لعيب جديد ينضم للمنتخب لازم يطلع يغني يعمل حاجه. انت طلعت فقالوا لي غني، قلت لهم لا صوتي وحش. انا ممكن ارقص لكن اغني لا. ارقص حلو. انا ممكن ارقص ماشي. انا بس فشغلوا اغنيه ورقصت بقى. انا في الرقص برقص. عادي. ارقص عادي لكن اغني لا. ما حد زعلك بعدها؟
لا لا كانوا فرحانين جدا قعدوا يسقفوني. بترقص يعني؟ لا كانت ايام جميله بصراحه. خلي بالك ده تيك توكر جامد جدا ده. انا عرفت دي. وبعدين بس فالمهم بقى مستمتع انت يا كابتن احمد بالقصه دي؟ انا بحبه جدا شوية. مروان من جميل. الجروب بتاعي اللي هو جوه التيم اللي هو الناس اللي هي قريبه مني قوي. حاسس ان انت بتحبه جدا جدا يعني. المجموعه بتاعت القهوه. مجموعه القهوه. طب اجي معاكم بقى. اجي معاكم لما نخلص. بس فرجعت بقى من بتوع العربيه شاركت الحمد لله بشكل كويس وكان فاضل شهر على كاس الامم. القايمه نزلت انا ما كنتش في القايمه. فخلاص بقى شلت الامل اللي كان جوايا في البطوله وزعلت طبعا. شال الامل بس ما شالش الشنطه من ورا الباب. هو محضر الشنطه وحاططها ورا الباب وعامل حسابه ان هو الشنطه جاهزه والباسبور في العربيه. كلموني هروح ما كلمونيش خلاص هي موجوده. بس قبل البطوله بثلاث ايام نزل خبر ان محمد حمدي اتصاب. انت جاي محمد حمدي سبب رزقك والله يعني. مش عارف لعيب كبير طبعا وانا بحبه على المستوى الشخصي يعني. صحيح اتصاب دلوقتي وربنا يشفيه. وعامل موسم هايل في واحد من افضل اللاعبين اللي في مصر ان شاء الله يرجع بالسلامه. ان شاء الله يا رب. بس قبلها بيوم الاداري بتاع المنتخب كلمني وقال لي انت باسبورك موجود وكل حاجه. قلت له ليه في حاجه؟ قال لي لا احنا بس عشان لو احتاجت تطلع معانا او اي حاجه نتاكد ان الباسبور بتاعك موجود. قلت له موجود. بس فهم المفروض المنتخب كان هيسافر الساعه 11 الصبح. كنت قاعد مع اصحابي في القهوه فلقيت مكالمه من كابتن وائل جمعه. فاستغربت بصراحه يعني كابتن وائل جمعه بيكلمني ليه؟ فقال لي يا مروان انت فين؟ قلت له انا مع اصحابي. قال لي طب روح هات شنطتك وتعالى على الفندق عشان هتسافر معانا كاميرون بوك. حلوه دي اعتقد دي احلى من بتاعت دي احلى من اللي فاتت. دي بقى عشان انت اصلا مش حاطط فيها خلاص بقى. لا انا مش عامل حسابي خالص. انا مش عامل حسابي ان انا طالع معاهم ومفك. عندنا اصلا ماتش بعدها بيومين في كاس الرابطه مع انبي. يا الله. بس فقلت له ماشي يا كابتن. هو كلمني الساعه 11 ونص. الساعه 12 كنت في الاوتيل. 12 بالليل. كنت في الاوتيل نص ساعه. نص ساعه كنت في الاوتيل. ومين اللي حاسب عليها؟ لا انا قمت جيت على طول. مالكش دعوه؟ بعتهم. افضل تقول حساب القهوه كلها عندي يا جماعه النهارده. لا لا قمت على طول خدت شنطتي ورحت على المعسكر وطلعت على الكاميرون بقى. طبعا فرحه عظيمه. لا احساس برضه انك في منتخب مصر دي حاجه كبيره قوي برضه يا كريم. صح. يعني ان انت من اهم 28 لعيب ولا 25 لعيب في مصر. صح. دي حاجه كبيره قوي عندي بصراحه.